بسم الله والحمد لله وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم الدين وبعد إخواني وأحبائي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحين كصور هني هجامنتي النبي عليه الصلاة والسلام ما تنوحين لكور همي دونا نبي عليه الصلاة والسلام سدو أهو قامي نبك منافقين تلا يلاحظوا بل شد إسلامك قيب بضم بيكك وبنتاه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ومنهم ظالم لنفسه مؤمنين توحى كم إذا سابق بالخيرات سيد القرآن ككسغن مد ميسترا واللهم صل على سيدنا محمد توسنديسا يا حلال ميرشديسا يكون دقن كوحي الله سودتشي سبحانه وتعالى يو رسولك عليه الصلاة والسلام وحي وكان يسنهيسا كتوسن وهذا ما يسمى سابق بالخيرات ومنهم مقتصد وحجر مد حيستي وواجب كي أردن لا إمانية لكن سنياشي يوحياله كلي كبيه سبحان الله أن لو ذا إيمانين وهذا ما يسمى مقتصد وحاكم ذا مؤمنين تا ومؤمن دحد حيستي وحي خير كالله يوردن ومنهم ظالم لنفسه مؤمنين توحى كم إذا مد نفتي سدلمي معنيه دوحى وي عبادة ديسي يا خير كيسي يا الددال كيسي ووغش وغش كي هي أيا كم إذا أي إلهي سبحانه وتعالى أنت وقرآن كي كسوغ أنت وحاشرة ضدك له ومسلمين تكون نحن نور وأشهادة هي وواجباتك انت عيدتك اركيا لا ايمانيا وهذا ما يسمى المنافقون وضدنا ومسلمين تكمدا وقاركود صفكي وهري مساجدك اي كوتشيرا خيرك كليل لقبن اي قاركود اي كقيب قاضنيان مع انهم وحا اي سمينيان اي تهي وحان الهي درتي وسمينين لكن اي تهي مصلحه أي كدح رادينيان بلشيدة قدهو ذا يمقع أي كرادينيان وهذا ما يسمى المنافقون وحين وضنا تلمامو أي نؤتي المامي إنو حكومة عصب سيدون نبي عليه الصلاة والسلام أمدي سيوه كامي إذن منافقين تا إلى هاي قرآن ككشيغي المنافقون في الدرك الأسفل من النار نار تقنتي ذا الله دقيا ألا يلي كو إلى هاي سدا وقورهمي إيه أشهادنا إيه مسلمين تي كل حجرة إيه مركة طلابو خير كالله قادو حقه هر إيه اسمو ذي إنا الأغين لابا طلابو دب أجي ذي برشدا إسلام كإيه ميشا كنو خير كوسعوتا أو حتى الله نولا النبي عليه الصلاة والسلام سيدو النبي عليه الصلاة والسلام كو نوعا صولا دقمي ايوه كامي إذن إلهي في سورة البقرة آيات سيدة ضحك شاكي ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين وحاكم إذا تتكى وحاكم إذا من يقول آمنا بالله إلهي بان الرمين مد أرانا يا تتك كمدة وباليوم الآخر ما لنت ضمبي قيامهنا وان الرمين بي أرانا يان وما هم بمؤمنين إلهي بقرآن كيسا كسوغي كوا نوع عاسي هدنا مي رمين رمين تي نبتا هيد إلهي يا رسول كيسا يا قيامها مدنا مي رمين يا إلهي سبحانه وتعالى وفي سورة البقرة آية سقالات مر لباد إلهي إسوا كحسي وحوير كو نوع عاسي
يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون كونوا عاسي وحي إسليهن إلهي باخيامين إيسان إيادتك مؤمنين تأه وما يخدعون ما أيسخيامين يان إلا أنفسهم نفتو ذمو يعني وما يشعرون من الدر إنسان إن إلهي سبحانه وتعالى أجهي مؤمنين تأهل البصيرة إلهي قلبك وقسمي إن لهنا أي أجيهين ما أدري من ينبى إلهي سبحانه وتعالى رهين سفوين كأي ليهين كواس محاكم إذا إصغوا وحتمين إيا إصغوا وحبابين إيا إصغوا وحي أمدوا أي اللهي سبحان الله دين عكالور رغي أي هدنا وحورنا يا وحبان إصلاحين إنا وحبان هكاتشين إنا ميشي ديبان ودقين ما هي إلهي المركو كورمي وإذا قيل اللهم هدي اللغوي إلى هذا لا تفسدوا في الأرض وردلكها فسهادننا سبحان الله قالوا إنما نحن مصلحون وحن نهي قار وحونا تشيني ما أنت مسلمين توحى كم إذا تد إيبيني مسلمين تي إيبيني أو مسلمين توتالي وحى كم إذا مسلمين تمار قار ما أنت مقدسات كي إيبيني أو مقعيه واوين لي أو إنت سو شيخ من برهضة أي كأمانا سبحان الله أو اللو قدو عيه إيضو اللو أقي هاي إنا يهين كوة قاري إنا مقدسات كي بيان حما أنت قدس كصعب سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع العليم shirkii loogu gargaaray Istanbul Erdogan oo ugu yeeray 70 ka dowladood ee muslimiinta ah markaan ka Trump la yiraa ee ateistayn oo ilaahay la dagaalamo islaamka la dagaalamo muqaddasaadkiisana la dagaalamo awl way yar farsameen jireen subhanallah laakiin isagu farsamadii halka iska dhiga buu yiri quwwatan wa nisaan wa qahran حوق بانو كو قادنين أبو أمدي أمام الناس لباب بليان أو مسلمين أو سبحان الله صور سيسك الدوني دا أردن بقول كي بشن يلحذن ميلاحا أي دقين يهين إلهي سيئي أيو كلمة دا كوين انتي كدير دي دي اتري واربال شرعون أي نويسكوغون لمادنو أي كوا أي نكاهد لنا إلهي قرآن كاقور رمي المسلمين تبابين يا المقدسات كود تبابين يا حدنا بقول العالم أو رنتي آلين جراني سدى أي كنا قتي هبين يا مالين كوا يد عينيا والعياذ بالله أي وحي لهذين كقيب قال كأنه كقيب قال إنه شركة سل اللي هي قدس هلوجو جرجارو وحكى عريسين إنسان كدنيا حيست سبحان الله وحكى وحكى عريسين إنسان إسرائيل واللح مليون يبرد كل إحنا الأفر بقول يستيتن مليون أو عربة وصدحية 8 مليون يلا بقولكن أو كل إحنا لبا بليون يأفر بقول أو كن أو مسلمين لبا كن أو مليون أو مسلمين يأفر بقولوا مليون سبحان الله ألا إنهم هم المفسدون إلهي بأرتوا ألا هو ياي إنهم كواسي هم المفسدون وكوا فسهادين يدلك إلهي سبحانه وتعالى ولكن لا يعلمون لكن أقونتي إي إيمانك إي بصيرتي لغو أركي إني وح فسهادين يان ما يكرني سبحان الله وإسلامه امرأة مسلمة استأثرها القوة في هذا الوقت وقت هارون الرشيد يعني رحمه الله قبل مسلم هذا والله قفا شيء أي وقت هارون الرشيد قالت وإسلامه وحترت الله إسلامك حقوشرة قال إقبصته لأرسلن إليك جيشا أوله عندك وآخره من عندي هذا قبر داسي
saacado gudahood ku soo dayn weydo ayuu yidhi amiirkii muslimka waqtigaasi waxaan soo diri doonaa ciidan ka ugu horeeya adiga ka hor taagan yahay ka ugu dambeeyaana aniga agtayda joogo kuwaasi waxay kuwii iimaanka iyo dareenka iyo dadnimada iyo in aakhira loo socdo kuwa maanta joogana kursigaannu kugu ilaalinaynaabaa muslimiinta oo dhan iyo dhulkooda iyo dadnimadooda iyo karaamadooda inay iibiyaan ma garatay laga siistaa subxaanallah idan muslimiinta waxaa jira koox maa yusama almunaafiquun muslimiinta ku dhex jira fi'aadkooda oo dhan ku dhex jira laakiin iyagu waxa ay ugu jiraan ay tahay dadka inay dibindaabiyaan muslimiinta ay fooftaan habaabiyaan sida ilaahay qur'aankiisa kaga warramay idan nebigu calayhi salaatu wasalaam waa la dhaqmay waa hogaamiyey waa iska ilaaliyey isla markaasi sharkoodana wuu iska moosay nebigu calayhi salaatu wasalaam subxaana allah dagaalkii beder intii aanu dhicin ninka loo yaqaano cabdillaahi bin ubay binu salool wuxuu ahaa ra'sul awsi waalkhasraj wuxuu ahaa nin u sharaxan inuu u taliyo magaaladii madiina wuxuu ahaa nin ma garatay deeqsiya wuxuu ahaa nin garasho badan wuxuu ahaa nin dadka ururiya subxaanallah intaanu nebigu iman subxaanallah wuxuu ka dhashay isagu khasraj buu ka dhashay laakiin aws oo ahaa iyaguna qabaayil qabiiladii weyneyd ee kale madiine deganayd way ku waafaqsanaayeen in boqorkii yathrib madiine laga dhigo subxaana allah rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa ka yimid magaalada madiina dabeeto si allaashucuuriya macnaheedu waxa weeye muslimiintii ansaartu toos bay ugu wareegeen hogaankii nebiga calayhi salaatu wasalaam dabeeto ninka loo yaqaano cabdillaahi bin ubay bin salool wuxuu go'aansaday inaanu islaamin la dagaalamo nebiga calayhi salaatu wasalaam maadaam isagu uu aaminay boqortooyadii uu qaadan lahaa inuu la wareegay rasuulku calayhi salaatu wasalaam isagoo sidaasa ayaa dagaalkii beder dhacay dagaalkii beder waxaa lagu dilay 70 yacnii man wa man waxaa lagu dilay abuuljahl waxaa lagu dilay nabtal binu xaaris waxaa lagu dilay caas binu waail waxaa lagu dilay ubaya binu khalaf yacnii 70 nin oo madaxiye weyntii quraysh baa lagu dilay taasi gilgil bay ku riday carabtii ku xeernayd nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaanay ogaadeen quwada keliya ee maanta jirta ee cid walba weerari karta inuu yahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam cabdillaahi bin ubay bin salool oo ficlan waxa la yidhaahdaa waxay qasab ku noqotay inuu islaamo markuu arkay raggii ka soo horjeeday rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee taxaalufka ay lahaayeen in dhammaantood yacni waxa weeye uu ka guulaystay rasuulku calayhi salaatu wasalaam idan rasuulku maalin buu baxay sida ahar saxiixi uu tilmaamayo wuxuu doonayay saxaabiga loo yaqaano sacad binu cubaada oo ah qabiilada khasraj ee uu ka tirsan yahay hogaamiyahooda ayuu doonay inuu soo booqdo nebigu calayhi salaatu wasalaam oo isagu saxaabadii rasuulka ka mid ahaa dabeeto wuxuu maray majlis ay odayaashu iskugu iman jireen nebiguna markaasi dameer buu fuushanaa calayhi salaatu wasalaam mar alaalii markii uu rasuulku soo galay ayaa waxaa la yidhaahdaa gu'i ayuu ma garatay iskaga daboolay wejiga isagoo afka kor utaagaya ninka loo yaqaano cabdillaahi bin ubay bin salool dabeeto dameerkii rasuulku markii uu isaga hormarayo ayuu nebigu waaniyey waayo qayb mushrikiintii ka mida iyo saxaabadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam qaar ka mida meesha jooga oo uu ka mid yahay saxaabigii ansaariga ahaa ee shaacirka ahaa ee cabdillaahi bin rawaax loo odhan jiray ee ka mid ahaa saxaabadii waaweynyadii nebiga calayhi salaatu wasalaam markaasaa wuxuu yidhi cabdillaahi bin ubay bin salool isagoo rasuulka la hadlay waxaan ku yidhi buu yidhi ninkaagaasoo isagoo diidan
إنه إلى يا رسول الله يسود ديدن حتى مجع النبي عليه الصلاة والسلام هذا الوحونا سنبورينا تشوك تميشا يكوغي من ينكو كرميسني لكن آند إيمان ميشا أي تشوغان قار آن كرميسني إما كان وحكونا سن أدر ميشا هذا كل نخو دمت عبد الله بن الرواح أي الله هذا اللي وارسكام سبوري ميشا يسكفر أنا قال رسول كوي أني أنا قول نوانين يا أنا قول الله هذا يا وكوي دمت هذا الكلو كعليو هذا الوحو لدمير كان أدوالاتو urtiisa karimayna dhinac noo dhaaf dabeed saxaabi kala u jawaabay dameerka rasuulka kaleey salaatu wasalaam ba ka udgoon urtaada khariban buu ku yiri abdullahi ibn uway ibn salon adigu halkii ba la isku kacay waa la istili gaaray markii waxba waxooga la iska gaarsiiyay ayaa nabigu kaleey salaatu wasalaam uu kala dajiyay dabeed uu dhaafay rasuulka kaleey salaatu wasalaam رسول كوه حوت تجي صحابي قال له يقال سعد بن عبادة ومركاه قامي يهودي وها ووسي سعودي وركبوا شيء النبي عليه الصلاة والسلام حري يا رسول الله واذكرنا إنسان إن كان بقربو نوغ شرحنا ما نتي أعتمد أن قعن تكون دي بن بيعة أن إلهي درتي وسلامني أن أذيع كوا أقول سني هجامي هيجا إفيا آخر بقى ayaa ninkan cudur badani ku dhacay ya rasuulullaah iskaga dul qaaday inta islaamku istaagayo dabeetii nabigu kaleey salaatu wasalaam sidii ayuu kaga tagay markii uu nabigu dhaqaaqay ayaa nabigu kaleey salaatu wasalaam aayadan lagu soo dajiyay la tublawunna fi amwaalikum wa anfusakum wa la tasma'unna min alladheena utul kitaaba min qablikum wa min alladheena ashrakuu adan kathiira وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور إلهي وحاولوا وحا ليدين كو امتحان دونا هنتدين وأنفسكم نفهنا ليدين كو امتحان دونا ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا وحا كمقل دونتان أو كمقل دونتان كوي هوري يهود نصارى ضاها عن إسلام ومن الذين أشركوا يكون سنميد عابدية إمكا أد ويرسي عربيد أذن كثيرا لبا تبضن باك مغلدون تان يا رسول الله وإن تصبروا هدا صبرتان وتتقوا إلهي آكيابتان إن ذلك من عسم الأمور تاسي وحيطه قوس الشضة أرمها وناكسن يا إلهي سبحانه وتعالى macnaheedu waxa weeyaan rasuulka waxa lagu yiri waxana waa kamid sunnaha ilaahay inaad aragto mid ku caaya inaad aragto mid kula dagaalama inta xaqa aad joojinayso waa kamid baa lagu yiri nabiga kaleey salaatu wasalaam idan waxyaalaha layaabka badan leh oo nabigu kaleey salaatu wasalaam siduu ula dhaqmay nimanka munaafiqiinta ahaa waxa ka mid ahaa jaabir bin cabdillaahi sida uu sheegay wuxuu yidhi safar baanu galnay safarkii markaanu dhexda socono ayaa waxay isqabsaday buu yidhi saxaabi muhaajira iyo saxaabi ansaariya oo laakiin reer khasraja markii labadoodii isdhaafsadeen gacan ayaa saxaabiga ansaariga wuxuu yidhi yaa lil ansaar ansaartii buu yidhi dabeeta ansaartii bay soo taagtay oo khasraj u badan waa qabiiladii waa jilibkii khaaska ahaa ya abdullahi ibn ubay salaam saxaabigii kale markuu arkay muhaajirka in dee ansaartii soo wada urtay buu yaa lil muhaajiriin muhaajiriintii baa iyaguna soo ururay subxaanallah dabeeta rasuulka kaleey salaatu wasalaam ayaa wuxuu yidhi daacuuha fa innaha muntanna in ayaa reer hebelow tilaahdaan oo waxyaalahan idinka waaniyo waa quluna iskaga taga buu yidhi nabigu kaleey salaatu wasalaam marka nabigu kaleey salaatu wasalaam saxaabadii uu isu keenay uu la hadlay dabeeto amiirkii hogaaminayay saxaabada labada dhinac ayaa wuxuu ku yidhi safar adag ina geli markii waxay doonayay inay degaan inaan degina dhaqaaji buu yidhi nabigu kaleey salaatu wasalaam laana wuxuu doonayay dareenkan dhexdooda galay inuu ka saaro safar dheer bay galeen way daaleen dabeeto hadalkii way iska iloobeen laakiin cabdillaahi ibn uway ibn salool oo ku jiray ayaa loo sheegay wafacalahaa haakada والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز
منها الأدل. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. ما سيداسو ما أنت سميبوني وما أنت إن يرؤ مهاجري وقعنتك جهرين الأنصاري والبرية خسرتها إلى هيبان كل أرتين مدينة مركا أي نتقنو كي شرفت الله كي دلقا هابو كساريتون استقوا مركا استقوا اسكردقين والله كي شرفت الله نبي عليه الصلاة والسلام لنا كل شيء كي دلقا إن نوادروية هاي وكمدها محوها هاي صحابة دي رسولك عليه الصلاة والسلام ووينيد ومركي بردقاقي نبي قول شيء عليه الصلاة والسلام وحر يا رسول الله إنك ساس السمي دبت عمر بن الخطاب صحابة كمدها ومركي ورسولك كل شيء أكتوغي سيفتي سبقاتي أقتله يا رسول الله لكن سيدا كل دقائق مدي حيس الصو إن كوك أنا معها أي كوري نبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقتله حتى لا يقال إن محمدا كان يقتل أصحابه هدين بوري نبي عليه الصلاة والسلام سأل الله أن نبي عليه الصلاة والسلام صحابة ديسك قار كم إذا أي مركة مثلا وحلا إلى هذا ولين شري هدين بوري نبي عليه الصلاة والسلام أرنتي وحى مقلي عبد الله بن عبد الله بن أبي بن الصلول صحابي وكان منافقي للي وكم إذا صحابة النبي عليه الصلاة والسلام وحر يا رسول الله وحن مقلي نكينو سيدا سميي وصحابي صحابة كم دينا ويري أندلو آباهي تتكأو أديغان كم إذا بوري يا رسول الله أدو قصة فلا لكن بك وحن أركي يا بوري سيدا وحو إن قف مسلم وصحابي دليه أنا جنوا حلقة يا بيا رسول الله أباه وان شعلها يوم مع كونه منافقا وحلقة يا بيا إن صحابي قد له أي قلبي جاي جو حكلا صحابه بشر بيا هاي الملائكة بيا هاي وحيا ضد وحب قرصن وحيا هاي ضد درين كودة وش يقول النبي عليه الصلاة والسلام مركو كلمة دا كوري دعه لا تقتله يا رسول أي كوري النبي عليه الصلاة والسلام وارس كد أبو النبي عليه الصلاة والسلام وارس كإلى لنا إن استغنى وإلى لنا أن عليه الدين أبو النبي عليه الصلاة والسلام رواية كقاركود وحلين مركي مدينة لا قلنا قضي أي سكت على البابك عقول ورياه ودكت أنت أبو قف من آدم أو يقص فل بدن أو يقل قايل بدن موشرين لكن ما أنت كل هذا قال الرسول كينا تصدى كتلا هذا قال ما يسد إلا والرسول كسو حكم وحيسكو قيمت خسر جوردن وحول الله إلا الرسول كو قال هذا إلهي بان كل أرتينا نقرق كلي تبتي وحلو تقي النبي عليه الصلاة والسلام وحول يا رسول الله خسر جوردن الباب كيبي تاقين عبد الله بن وي بن الصلول وحول قرق سحاق عليه اسكد أبو النبي عليه الصلاة والسلام وحسد بضن ما هي هاي المنافقين تي وقت رسولك عليه الصلاة والسلام عبد الله بن وي بن صلول وهو هالنك سميي حادثة الإفك عائشة وأبو بكر دلي وإنيرة وأبو بكر سيي وكمدة شنت صحابي وهي من الصحابيات القرآن كي حديثك كقاتل النبي عليه الصلاة والسلام المهم عائشة قبل عالمة وقرية وبكرنا كسوتش هذا قرية رسولك عليه الصلاة والسلام رسولك أكتس كوي النوايا عبد الله بن وي بن الصلول سفر صحابة أي قلين أي نس صحابي كوي هذه وحد عائشة يعني وحوي صحابي قال سي أي أتي سبحان الله وحياة قصة الله يقعنا في سورة النور حادثة الإفك نكي سميي وحوها عبد الله بن وي بن الصلول warkii markuu dadku oo dhan gaaray ee guri walba laga sheekeyay ayaa nabigu oo saxaabadii la hadlay man ya'dhuruni an rajulin yu'di ahli wariyaa wixiga odhanaya oo iga gargaaraya nin reerkaygii dhibaya buu yiri nabigu kaleey salaatu wasalam dibaatadu waxay gaadhay rasuulku inuu minbarka istaago muslimiinta la hadlo dibaato waxay istaagay saxaabiga loo yaqaan sa'ad bin ubaad wuxuu yiri ya rasuul allah هدو كمدي هاي قبيلة دا أوس أن أطليو إما كأي شيء أنت تشوكت أن مدحي سكو كاني
هدو كتر سيهاي نمكا أن ولالها ني خسرج يعني وفرتن كسن نضد استيلي نيد نهشي سيسي إساقا أمر كاغي كوحنان تين لأمر إساقا نمدحيس آن كوكين بركا سعد بن عبادة وإساقا نهو قامينيا سبحان الله أو صورن هو قامينيا أي إساقا نمساجك صفك ورفرني أودو من لهيد بويلين آدن كادش بركا سيد بن حضيرة وكمدها إساقا أنصار تسحاب دي وويليد كمدها أي إستاقي وحلو منافق باتها هي دفاعي منافقين تا هدو النبي قلنا أمره إما كانوا مدحي سكينين تبت الصحابة يوم سألك كديه يسي سعد بن عبادة واضية أو صورا يعني حمية قيب هي قيب بي أكعين إنك صاعي بدنائين قيب النبي عليه الصلاة والسلام تاجيرس تبت رسولك الصحابة الله هذا الله وحلو يسكف رئيس النبي عليه الصلاة والسلام وحنو قد شيء ذا حتى وحي كانت مرافقين تا قابك رسولك يقول لباتذاك وهي أي أحد نمررك قادوا رسولك وإلى لني سئاني سعسع وقرد عن برشدي مسلمين تيوه قامين النبي عليه الصلاة والسلام رسولك بركو أركي سعد بن عبادة وكم إذا صحابة دي وويني إن أي قشي درين خير نمو أي النبي عليه الصلاة والسلام أو صحابة دي هلكي كو إلوسي المهم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره له عذاب عظيم إلهي باكور رمي ومركب أرنت وحيتاي عدي إن الذين جاءوا بالإفك كوي بين أبورت كليمد عصبة منكم كوحد كيد كمدية لا تحسبوه شرا لكم همودين إني شر إذين لا يضحي بل هو خير لكم وإذين خير بضنتها يسدى أؤغاتان دتك وحي كليهين والذي تولى كبره له عذاب عظيم كو لكن يوصو أمامضي إسمي يوحن أبوري تنبوين بي الليين با إلهي سبحانه وتعالى حتى دتك ونأكسنا إبقى واحد الكتاور سبحان الله dalka halka waxa dhigay warbeena oo aan wada lahayn wadaad iyo waral miyaad aragtay in dad war la wada wareegay subhanallahu wal iyad billah aafada ugu weyn ee dadka baabisa waxa weey war aad aalad sugnin oo wuxuu yahay aanad garanayn oo dabnimadiisa aanad ogeyn oo aad fidiso subhanallahu walatii runtii ku jabay abdullah ibn ubay ibn salool ee muslimiintana looga digay سيدو ولا نقم يشري رسولك عليه الصلاة والسلام تدخل نوعاس شركو دنا وايسكم واسي شري لكن هل كودو كو إلى لين شري النبي عليه الصلاة والسلام إذن عبد الله بن نتي بن وي بن صلول سوى صداس أولي أن كم يدقون حق بدي النبي عليه الصلاة والسلام إلى الأمانة سيد البخاري ورينا يو مر الله عليه مركي وردين تيبا عبد الله بن عبد الله بن عبي بن صلال أو إنا كيسية إنا كيسان عبد الله بن عبد الله عبد الله بن عبي بن صلال استقر هو عبد الله بن عبد الله بن عبي بن صلال أيوه يمد نبي عليه الصلاة والسلام وحكور يا رسول الله بهاي وردين تي قميسكي ليرايا دهان شرتيق روح ضبضنا أين دونينا وكوكهم فيه يا رسول الله كان نبي عليه الصلاة والسلام go'yro uu ka tagay oo 10 meelood loo kala jiray meel kamida ayay saxaabadu isku diri jireen si nin walba raad ahaan u haysto subhanallah ama kaatunkiisa ninka hela amiradii muslimiinta ahaa way kala dhaxli jireen safety nabiga kaleey salaatu wasalaam nimba ninka ka dambeeyay ku wareejin jiray aadna waa loo ilaalin jiray saxaabadu aasaarta rasuulka way ilaalin jireen oo way kala dhaxli jireen amiradu qamiskii rasuulka yaa heli kara oo dhameystiran oo qariibsadiisii ugu dhaadheera kamid ah subhanallah isagoo nabi wuxuu galaalinay abdullah ibn abdullah oo kamid ah saxaabadiisa waaweyn ee qiimaha leh ansaarta saxaabadii oo dhan soo taagan oo ogolayn oo nin walba diidan yahay ninka in qamiska nabiga lagu kanfo waxaad ogeyd rasuulka ku sameeyay calayhi salaatu wasalaam ayuu rasuulka qamiskii u dhiibay subhanallah mar allah leey markuu sii dhaqaaqay buu yaa rasuulallaah adiga ku tukanaya
ومرك قالت كنت كتؤذي قال ودعيني بكوري النبي عليه الصلاة والسلام. عمر بن الخطاب أكتاجن وحري يا رسول الله هتات قميص كيسي سي هنا كنت كنن هنا أو دعيني سيدي بو كنت جاي أبيه بو صوم إلى والله كم في والله صو قاضي عبد الله بن عبد الله بن أبي بن صلول رسول كبو بدو حري يا رسول الله إنك رسول كبو صوكي رسول كبو راعي عليه الصلاة والسلام مركي أي نقطي إن لقدت كذنا وحري يا رسول الله ذو كتكو عمر بن الخطاب يسو تاغي ورسولك قنتك قبتي لا تصلي عليه يا رسول الله نبي الله نكا كتكني مر الله لي مركو رسولك كتك ذي عليه الصلاة والسلام أي آيات نكسو دكت ولا تصلي على أحد منهم مات ولا تقم على قبره كاسو كلام منافق يا إسلام كاللطق علم إياه أول انتها كتكني النبي الله قبره سناه يستر تاغي أيها الأقوال النبي عليه الصلاة والسلام عمر بن الخطاب القرآن كي أيدي ميت كبال للنبي وحل دوني إلا الدعية نبي الله أدقو الدعية بوكوين عبد الله بن عبد الله بن أبي بن الصلاة رسولك هو الدعية مركي النبي عليه الصلاة والسلام دعادي النبي استغفر عمرنا لا يا رسول الله هو دعين أيها وحسودك تي استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله له أما إلهي ودن بلا فويدين نبي الله أما هودن بلا فويدين تضبات قور هدات لا إلهي ودن بلا فلن يغفر الله له إلهي كوا مرافقين تيسلام كالله تقالمي ودن بلا فمال سبحان الله محانو قد شيء ذا حكومة دعو سبحان الله أني والنبي عليه الصلاة والسلام حتى منافقين تو إلى لنشر وأين بلشاد الله يسكو وضو وأين مقررت ياف ميشارك الله وضو عمر بن الخطاب قال انتو تلادا قبسان يبو يسكو ويلي وحلالي وحي قبي يجري وحلو واريا رقيستا ما انت اللقاء بلابو رير لعاية يا مجرو ما لو البا موقف بي عاجي لترين تاجرة او مقبيل بي عاية يجرين بركسال يسكي لألوش يجري لو لو با عرب كاغو ما انتو حكو وشاري ايشي ما انتو كسين ايو حكو فلان مورن اسكتغا وحالا ليو حيق بيهي ويري بوي هذا المحاد قرر يسا او عن كسيه اسكو في الليسا دي عرور تادو بسركو اكان بدكلا نكال الى حضيات دي دي وار عرب كي قببو لسحابي اكتو اذو سوچيد كنت سانو قچر حضيانا مركب سوق قيلي وارانو قعرور بدنبانا يستاهو ينام الله قبي دير بوتري موت وحمر ليسيا يقوم فلنا وأروح عدة بول عاية يا مشيرتها شيء قبوا لعمر بن الخطاب هذه كلا دي أنا ماذا إمكانك هاتشر يا عرب سبحان الله وحنو لي أن هاي حكومة عصب تدكو حق بيدلك قوة ليه وإن لا يسقو وضه وحكمة يسي استدراجية وطلابة طلابة وحلاصه وأنا هاي دتك أما دمنتين أينو نهاي أين وافق صنع هاي مري حساسة هاي وبطوا إلى هاي بربري أي كم إذا هاي إنسيدة لو سوري أنا وانت كي راس بربري طلابا قاضي سكدا إلى المتر قاتو يعني وحان متري والدين شيقية إنها كمان أوين قلبي أنك أوين يعني اللقب لابد كدي يا ريت لا بقولوا متر بلاك ودكدي هبل بالي nin maali dhawitaad leeyay baan arkay wuxuu kamid ahaa kuwi la yigu 200 meter sagaal subhanallah balki qaatay ba wali oo maanta hadlay wal ciyaadu billah hadda wad ka di yarayd waxyaalaha aad loo la yaabo waxa kamida waxaan istul taagay in lagu qaadan doonto marka aynu dekada faqayno ugu yaraan 10 million oo ninkii ciid ku aasay subhanallah oo barbaroodo la daawanayso nin yar oo 200 meter qaat ayaa haddii dadkii aasiya dadkan halkan dadkii laga sameeyo waa natural markii hore odayaashayni khayrka badnaaba markii hore asaasay ee waqtiga berberi joogay kuwa ingiriiska santa kaga qoray adeer berberi wax go' lagu qaado ka weyn subhanallah marka runtii xukuumadda waa ku berber taaganahay in la soo celiyo dhulkii berbere ee ay dadkii lahayd adeer magacu doonaha yeesho reer ku doonaha ka dhasho wuxuu doonaha ahaado xukuumadda waa inay isku barbar taagnaa in barbar la soo celiyo dhulkeed
taas waxay keenaysaa waa sourceska kaliya bal waxaad baadhaa maanta inta laga qoray berbera istraatiijiyan dunida imanka ruushkii baa taagan oo siisanaya billionis oo sannad walba waxaynu doonayna siinaya oo 54 dowladood ictiraafkood siisanaya in berbera meel yar uu ka helo ruushkii marka waxa weeye inaynu maanta siisanno xaqulqalin berbera oo hore u dhacday horena waan idinku sheegay laa yuqbalu minhu haddii xukuumadda cusub ay aqbashana halkii baanu ka bilaabaynaa kuwii hore aanu kala hadlin waa ku taageeraynaa waxaan leenahay dhulkii berberaha lasoo wada celiyo dhulka afraadu ay qaatiina lasoo celiyo magacu doonaadeer ha yeesha waxyaalaha maanta xukuumadda aynu isku berber taaganay ka mid ah berberi iska daa adeer soomaaliland geeska afrika oo dhan bay xukumaysaa istraatiijiyada ilaahay subxaanahu watacaala siiy waayo baabul mandabkii bay dul taaganta toddobada joint ee dunidu iskaga gudubto mid ka mid a ayay berberi kulaalaysa oo aynu ku maamuli doono iska daa ictiraafo waxaan laga warrami karin baynu ku yeeraynaa haddii caqligeeda ilaahay la siiyo ilaahay siduu khayrku ku jiraa inu waafajiyo.